مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده من المشهد. نتحدث فيها بشيء من التفصيل عن القمه التي جمعت الرئيس الامريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اهم وابرز الملفات على اجنده الرئيسين، خاصه في ظل يعني صراع الزعامه والنديه والنفوذ بين الولايات المتحده الامريكيه وروسيا، في ظل احيانا تبادل الاتهامات والتراشق بالكلمات، وفي ظل أيضا العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية من حين إلى آخر على روسيا. هذا اللقاء الأول الذي يجمع بوتين ببايدن بعد توليه الحكم ودخوله البيت الأبيض. تفاصيل هذه القمة وأهميتها ودلالة التوقيت وتأثيرها على تسوية النزاعات الإقليمية والعربية في المنطقة بشكل أو بآخر. عن هذه القمة نتحدث مع ضيفي الكريم في هذه الحلقة من المشهد، الأستاذ الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية. دكتور أحمد مساء الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك معنا. أهلا بك. اسمح لنا في البداية نتوقف مع هذا التقرير التالي ثم نعود مع حضرتك ومع السادة المشاهدين من جديد لبدء النقاش. في مدينة جنيف السويسرية عقدت بأحد مبانيها التاريخية الواقعة بالقرب من بحيرة ليمان الشهيرة القمة الأولى بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، والتي ينتظر أن يعقد بعدها الرئيسان كل على حدة مؤتمرا صحفيا للحديث عن نتائج القمة. القمة بدأت بلقاء مصغر بين الرئيسين ووزيري خارجية البلدين أنتوني بلينكين وسيرجي لافروف، تلتها جلسة عمل موسعة ركزت في جدول أعمالها على العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها مسألة الاستقرار النووي وموضوعات الحد من التسلح وقضايا الهجمات الإلكترونية والقضايا الإقليمية مثل الوضع في أوكرانيا وبيلاروسيا، إضافة إلى ملفات منطقة الشرق الأوسط. الكثير من الخبراء يرون أن القمة التي تنعقد وسط إجراءات أمنية مكثفة للأمن السويسري مهمة للغاية، خاصة وأن العلاقات بين البلدين تعيش أسوأ أوقاتها في الفترة الأخيرة، فيما وصف أحد المحللين الاجتماع بأنه أشبه بتدابير تحضيرية بعد فترة طويلة من الشلل الذي أصاب العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. كما يعتقد بعض المحللين أن القمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي تهدف إلى الحيلولة دون انزلاق واشنطن وموسكو في صراع مفتوح، وأضافوا أنه من المتوقع أن تركز المحادثات على نزع فتيل التوترات والحد من التنافس بين البلدين والتوصل لصيغة حوار مشترك فيما يخص النزاعات الإقليمية والأمن الإلكتروني وجائحة فيروس كورونا. أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم في استوديو المشهد الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية. دكتور أحمد لك التحية من جديد. قمة هامة بطبيعة الأحوال تجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، كيف ترى أهمية هذه القمة ودلالة التوقيت، خاصة في ظل وجود يعني صراع يوصف بالصراع القديم الحديث، صراع لا ينتهي وربما لن ينتهي في شكل وطبيعة العلاقات بين البلدين؟ يعني بداية هذا الاهتمام العالمي بالقمة ويعني الاهتمام كل الدول حقيقة والإعلام العالمي، وبيعكس أن أمريكا تظل أمريكا ومعها روسيا تظلان هما القوى الأبرز في النظام الدولي، وأن نتائج العلاقات والتفاعلات ما بينهما ستؤثر بشكل أو بآخر على مجمل التفاعلات في العالمية في النظام الدولي ككل وفي العديد من الملفات بينهما، نظرا طبعا للثقل الكبير لأمريكا كقوة تقف على رأس النظام الدولي، وروسيا أيضا ضمن القوى البارزة في النظام الدولي سواء في مجلس الأمن من حق الفيتو أو القوى العسكرية أو تشابك روسيا في العديد من الملفات في العالم، في أوروبا، في أوكرانيا، في الشرق الأوسط. كل هذا بيعني أن نتائج هذه التفاعلات بين العلاقات يكون لها ارتدادات حقيقية على بقية الدول وبقية الملفات وبقية المناطق المهمة في العالم. بالطبع القمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لأنها أولا طبعا جاءت بعد 6 أشهر من تولي الرئيس بايدن،
في 6 أشهر هذه يعني شهدت العلاقات أو ارتفع منسوب التوتر بينهما بشكل كبير حقيقة. وهذا راجع لأمرين، الأمر الأول أن الرئيس بايدن وجاء بفلسفة أو سياسة حتى الآن تتمثل في الانقلاب على كل سياسات الرئيس ترامب والارتداد بقرارات تلغي قرارات الرئيس ترامب. كان من ضمن قرارات الرئيس ترامب أو توجهاته التي انقلب عليها هو التوجه مع روسيا، يعني ترامب حاول الاجتماع مع بوتين في 2018 حاول يقلل من أن روسيا عدو الأمريكا وأنها ليست خصم استراتيجي على عكس المؤسسات الأمريكية التقليدية. جاء بايدن ليتبع سياسة أكثر تشددا مع روسيا. رأينا هذا في شهر فبراير الماضي عندما قامت أمريكا بطرد 10 دبلوماسيين روس وفرض عقوبات على روسيا بسبب ما اسمته الهجوم السيبراني أو الإلكتروني الأمريكي الروسي على المؤسسات الأمريكية، وردت روسيا أيضا بطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين وعقوبات على شخصيات منهم حتى وزير العدل الامريكي ويعني ووزير الامن الداخلي. ثم في مارس شهدنا يعني الجدل المعروف بان بايدن وصف بوتين بانه قاتل، ثم رد عليه بوتين وقال ان من يصف بهذا الوصف هو يعني هو ينطبق عليه لانه كان حاله من التوتر. وبالتالي هنا اللقاء ياتي في محاوله تبريد او تقليل منسوب التوتر اولا في العلاقات. الامر الثاني والهدف الاستراتيجي لهذه القمه هو ما يسمى وضع ما يسمى قواعد اللعبة بين البلدين. تمام. يعني هي لن ليس هدفها تطبيع العلاقات وليس هدفها الصدام، وإنما وضع منطقة وسط بينهما تتمثل في كيفية تقنين إدارة هذه التفاعلات بحيث لا تخرج عن السيطرة مع التوتر في ملفات صراع مفتوح، أو في نفس الوقت التطبيع أو التقارب هو أمر مستبعد نظرا لوجود ملفات شائكة وعديدة. وسنفسر هذا لماذا روسيا بالتحديد صعب التطبيع معها، لكن على الأقل هذه القمة تمثل محاولة لوضع قواعد كما قال الرئيس بايدن سيوصل رسائل للرئيس بوتين وما سماه ما يسمى الخطوط الحمراء، ونتكلم عن هذه الخطوط الحمراء. تمام. طيب دكتور أحمد، حضرتك دلوقتي يعني ذكرت في كلماتك ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن على بوتين بأنه قاتل، وهو اليوم بايدن يجلس في قمة مع هذا القاتل. إذا هذا يترجم في المقابل يعني الحقيقة الثابتة في علوم السياسة بأنه لا عداء مستمر ولا صداقة مستمرة، وإنما هناك مصالح مستمرة. كان بالأمس بايدن يصف بوتين بأنه قاتل، واليوم يعني يحاول أن يطفئ النار المشتعلة أو الملتهبة بين البلدين، أو على الأقل في إطار هذه القمة. كيف ترى هذه الجزئية والتقلبات التي تشهدها السياسة في علاقات الدول بشكل عام؟ أنا في اعتقادي أن عندما وصف الرئيس بايدن بوتين بهذا الصفة هو يعني جاء لاعتبارات سياسية أكثر منها اعتبارات حقيقية، يعني أكثر من هو يعني قال، لكن أولا هو حاول أن يرضي الجناح المتشدد في الحزب الديمقراطي الجناح اليساري تحديدا، ويعطي رسالة للأمريكان أنه سيتبنى نهج متشدد مع بوتين، خاصة أنها جاءت وقتها فيما يتعلق ب يعني انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا أو ما يسمى الأمن السيبراني، تدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. بمعنى آخر أن بايدن يحمل طار، ياخذ طار بينه وبين بوتين وبين روسيا منذ حتى يعني 2016 عندما اتهموا أنه يعني تدخل في الانتخابات لصالح ترامب على حساب هيلاري كلينتون يعني مرشحة الديمقراطية، وبالتالي هناك نوع من الثأر التاريخي، وبالتالي هذا الوصف. لكن في نهاية المطاف بوتين عندما يتكلم ويعترف يعرف أن روسيا دولة مهمة في النظام الدولي ولا يمكن التعامل معها من منطلق التبعية أو منطلق يعني فكرة سياسة العصا، ويحاول أن يمزج بين العصا والجزر، بمعنى كما قال سأقول لبوتين أنه خطوط حمراء رسائل رادعة، وفي نفس الوقت يجلس معه لإيجاد ما يسمى الأرضية المشتركة، يعني قاعدة دائرة مشتركة من بينهما يمكن الانطلاق عليها في التعامل مع العديد من الملفات التي تضمن التعاون بين البلدين فيها. يعني هناك ملفات ومسماها المسارات المتقاطعة، ملفات مثل التغير المناخي، ملف الأوبئة وجائحة كورونا، ملف الأمن السيبراني، ملف ضبط التسلح، ملفات كثيرة. هناك أرضية بحيث يتعاون فيها البلدين دون أن يكون في صدام مباشر مع روسيا، مع ذلك بالتوازي مع الملفات المتصادمة أو الملفات التي لديهم نقاط خلاف كبيرة، وهذه ملفات متعددة حقيقة. وبالتالي هنا بايدن اليوم هو بيترجم، أولا هو تبنى دبلوماسية الهادئة في التعامل مع كل الدول، هو يعني حتى مع الصين نفس الكلام، قال أنه يعني الصين خصم استراتيجي لكننا يعني سنتعاون معها في بعض الملفات والقضايا، بمعنى هنا المزج بين سياسة العصا والجزرة. ولذلك القمة النهاردة أنا في اعتقاد الرسالة الأخرى في الجانب المقابل، الرئيس بوتين سيوصل رسالة للرئيس بايدن أن روسيا ليست تابعة، روسيا دولة مهمة في النظام الدولي لديها ملفات يجب على الغرب وأمريكا تتعامل مع روسيا منطلق الندية منطلق القوة والاستقلالية، لأن هو يتبع أيضا الرئيس بوتين سياسة العين بالعين والسن بالسن، إذا فرضت واشنطن والغرب عقوبات على روسيا سيكون فرض عقوبات أيضا على الغرب وعلى أمريكا. وبالتالي يعني فكرة إيه أن روسيا دولة قوية، عندما كان التهم الصراع في أوكرانيا وشرق أوكرانيا ويعني قال الحلف الناتو وأمريكا أنها سترسل قوات وحتى بارجات حربية للبحر الأسود،
هنا اظهر بوتين العين الحمراء وقال انه لم يسمح بهذا، خط احمر ويعني وامور تراجع الغرب. وبالتالي هنا بوتين يقول ان روسيا ليست الاتحاد السوفيتي السابق، يعني ليست قمه غورباتشوف وريغان السابق. اذا ما يحاول ان يؤكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بان روسيا لم ولن تكون تابعه للسياسات الامريكيه، وكما ذكرت العين بالعين، واي ممارسه امريكيه بيتم الرد عليها من قبل روسيا. ولكن السؤال، هل بامكان روسيا وهي دوله قويه بطبيعه الاحوال ولكن بامكانها الثبات والصمود امام الممارسات الامريكيه، خاصه انها تحاول في المقابل حشد الدول الغربيه والدول الاوروبيه لتكوين كيان وجبهه يعني موحده وكتله قويه صلبه تواجه روسيا؟ روسيا في النهايه دوله واحده، ونحن نتحدث عن الولايات المتحده الامريكيه ومن يعني حلفائها وأتباعها بشكل عام. هل بالإمكان أن تحافظ على روسيا على زعامتها ونفوذها في ظل مواجهة هذا الحشد الكبير من الدول؟ لا نتحدث فقط عن الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، هذه نقطة مهمة، لأن كل أمريكا تتبنى استراتيجية وروسيا تتبنى استراتيجية في هذا الصراع الاستراتيجي. أولا قبل هذا يعني نتطرق لده، أن الصراع بين روسيا وأمريكا هو صراع استراتيجي على بنية النظام الدولي، بمعنى أن أمريكا تنفرد بالنظام الدولي وحل القطبية منذ 30 عاما منذ انتهاء الحرب الباردة بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي. وروسيا في المقابل ترى أن هذا النظام الحل القطبي أدى لاضطراب العلاقات الدولية، وأمريكا تدخلت في شؤون دول كثيرة. وبالتالي روسيا مع الصين تتبنيان نهج جديد، وهو فكرة تحويل هذا النظام الحل القطبية إلى نظام دولي متعدد الأقطاب. ومن هنا بدأت تمتلك القوة الشاملة وسياسة التحالفات. هنا الرئيس بايدن يحاول أن يحتوي روسيا على غرار احتواء الصين. يعني في احتواء الصين ذهب وزير خارجيته واستقبل رئيس الوزراء الياباني ورئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، بمعنى آخر بناء شراكات مع الحلفاء التقليديين التي تسببت أضرار بينهما خلال عهد ترامب من خلال السياسات الجمركية، تقوية هذه الشراكات لاحتواء الصين في شرق آسيا، وتقوية الشراكات مع الأوروبيين. وده قمة جاءت قمة بوتين بايدن بعد قمة السبعة وقمة الاتحاد الأوروبي وقمة الناتو، لتأكيد أن أمريكا وهذه الدول في معسكر واحد تجاه روسيا. هذه احدى مسارات ما يسمى ترويض روسيا والسيطره على نفوذها، لان روسيا تمددت لها نفوذ في مناطق كثيره في الشرق الاوسط، في اوكرانيا، حتى في الفضاء الالكتروني. الى جانب الاستراتيجيه الاخرى، وهو فكره تقويه امريكا، يعني فكره جعل امريكا عظيمه مره اخرى، قويه اقتصاديا، بحيث انها تكون تظل في المقدمه سواء اقتصاديا او عسكريا او سياسيا في العالم. وهذا يعني فكره نفس النهج مع الصين. ولذلك انا روسيا ايضا تتبنى استراتيجيه مضاده ومقابله وهي متشابهه. اولا روسيا تقوي مقاومتها الاقتصادية، القدرات الشاملة لها، أن روسيا طورت العام 20 أسلحة ذكية متطورة يمكن أحدث من الأسلحة الأمريكية، تسمى الصواريخ يعني غير المرئية التي لا يمكن الرادار رصدها. هناك أيضا طائرات متقدمة جدا. روسيا أيضا في نفس النهج تبني شراكات وتحالفات في مواجهة أمريكا، وبالطبع أبرزهم التحالف الصيني. صحيح. الصين قوة اقتصادية مهمة، ثاني اقتصاد على مستوى العالم. الصين قوة عسكرية، لأن الصين أكبر ثاني دولة في العالم في الإنفاق العسكري، أكثر من 330 مليار. يعني روسيا صحيح بتنفق 70 مليار ميزانية الدفاع، أمريكا 716 مليار، يعني بعد انزلها ترامب بشكل كبير، لكن الصين تظل هي قوة أيضا معروفة. وبالتالي روسيا تراهن على القوة الذاتية. الأمر الثاني تراهن على التحالف مع بناء شراكات مع آسيا، مع الصين، وبعض الدول أيضا تجذب بقى قوى اقليميه مثل ايران وغيرها. تمام. وبالتالي هنا الفكره الاساسيه ان بوتين يقول ان روسيا لن تخضع للابتزازات الغربيه او ما يسميه الهيمنه الغربيه فيما يتعلق به مثلا التمدد شرقا بسبب الحدود الروسيه. يعني شهدنا مثلا التوسع حلف الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو شرقا يضم دول غير يعني على ملاصقه لروسيا والامن القومي الروسي مثل اوكرانيا. يعني حتى بوتين حتى وضع خط احمر ان انضمام اوكرانيا لحلف الناتو او ارسال حلف الناتو قواتي لشرق اوكرانيا على حدود روسيا يعني تفتيت روسيا، تفتيت اوكرانيا عفوا. بالتالي تراجع الغرب، ان يعني هناك خطوط حمراء، وبالتالي هنا روسيا تحاول ان تستعيد مجد ما يسمى الاتحاد السوفيتي السابق، هي دوله لها ارث، صحيح كان لديها معاناه اقتصاديه، قوه اقتصاديه ضعيفه، لكن استطاعت في خلال عهد بوتين ان تبني قوه اقتصاديه، صحيح ان العقوبات الامريكيه والاوروبيه اثرت عليها سلبا ايضا، وبالتالي هنا يفسر لماذا رحب الرئيس بوتين بهذا اللقاء. بوتين ليس لديه مصلحه في ان يكون هناك نوع من المسمى تعايش المصالح مع الغرب وليس المواجهه المباشره. صح. لان هناك يعني هناك مصالح اقتصاديه بين روسيا واوروبا، وعندما تنضم اوروبا وتصطف في المعسكر الامريكي هذا سيؤثر سلبا على روسيا.
طيب دكتور احمد، هل نستطيع القول بان الرئيس الامريكي جو بايدن ما زال محاصر بعقده ما يسمى دونالد ترامب؟ يعني ذكرت في متن حديثك في بدايه الحلقه فكره انه بايدن مهموم انه ينسف اي قرار تم اتخاذه من قبل الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب. هل معنى هذا ان الامر يعني ممكن يدخل في اطار العلاقه الشخصيه او الطار الشخصي انجاز التعامل؟ وهل هذه الجزئية ممكن إن هي تغلب المصلحة الأمريكية بشكل عام، ولا الأمر ده غير وارد في ظل أن المؤسسات الأمريكية في كل الأحوال هي التي تحكم وليست أفراد، وإن كانوا لهم تأثير في بعض الأمور؟ يعني فكرة إنه بايدن عنده عقدة من ترامب، فكل حاجة هو اتخذها يتم نسفها، ولا ممكن يتم إعادة النظر لو في الصالح الأمريكي؟ لا، يعني الأمور ليست بهذه الشخصانية البحتة. يعني طبعا العامل الشخصي عامل مهم، لكن ليس العامل المحاكم أو الحدد في التفاعلات. صحيح أن بايدن انقلب على ترامب في كثير من القرارات، يعني مثلا الانسحاب من المنظمات الدولية وعاد إليها، وكانت فكرة فلسفة أن ترامب رجل أعمال ليس سياسي من خارج المؤسسة، بيعتبر فكرة شعار أمريكا أولا، وأن فكرة الحماية وأن أمريكا يعني تكلفة عالية انخراطها في المشكلات العالمية. بايدن كرجل تقليدي يعتبر أن انخراط أمريكا في التفاعلات العالمية جزء من المسؤوليات العالمية كدولة عظمى، وبالتالي هذا يعود بالبيئة الفائدة الاستراتيجية، ليست فقط الفائدة الاقتصادية المالية التي كان يختزلها ترامب، فكرة الحماية مقابل المال. لكن الرئيس بايدن رجل 50 سنة في العمل السياسي، جزء من المؤسسة التقليدية، وبيعتبر أن يعني أن أن أن, أن وضع أمريكا أن تكون مع الشراكات، يعني لذلك صارع بترميم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. اعتبر أن ترامب أخطأ عندما عمل شرخات مع الحلفاء، يعني ليس فقط مع الخصوم روسيا والصين، لكن أيضا مع الأوروبيين. لكن هو الرجل انقلب عليه في كل القرارات، لكن على الأقل في حالة روسيا، اولا روسيا في المنظور الامريكي الدوله الامريكيه، ليست سواء حتى ترامب او بايدن، من منظور امريكا روسيا في استراتيجيه الامن القومي الامريكي هي خصم استراتيجي الى جانب الصين. الصين بارزه تبرز على الخط، لان الصين مهم جدا. الصين الى جانب روسيا بات شكلان تهديد لامريكا، ليس فقط روسيا لكن الصين، بل تجاوزت الصين روسيا في التهديد النفوذ الامريكي. وذلك الاستراتيجيه الاخيره في عهد بايدن المؤقت الامن القومي اعتبرت الصين رقم واحد ثم روسيا كخصم استراتيجي لامريكا. هذا يعني ماذا؟ أن حتى عندما حاول ترامب التقارب مع روسيا، هو كان يعتبر أن روسيا يعني لا هناك مشكلة في التقارب مع روسيا والاستفادة الاقتصادية، لكن المؤسسات الأمريكية حجمته وفرملته حتى على خلاف كل التوجهات التي كان يعني خد قرارات جذرية. لكن في هذه النقطة تحديدا وصل الأمر أن الكونجرس الأمريكي في 2017 في أغسطس أصدر قرار، قانون مشهير اسمه قانون مواجهة خصوم أمريكا في الخارج، وكان يقصد روسيا تحديدا، بل وفرض بموجب هذا القانون عقوبات على روسيا، وألزم الرئيس الأمريكي أي رئيس أمريكي سواء ترامب أو أيلين ألا يرفع هذه العقوبات إلا بالعودة للكونجرس الأمريكي. بالتالي حتى الكونجرس لعب دورا في السياسة الخارجية الأمريكية ودخل على خط علاقات مع روسيا. ليه؟ لأن كان شايف أن ترامب يقترب، وهو يعني معناه لا يدرك أن روسيا خصم استراتيجي ليس فقط في ملفات، لكن روسيا تهدد أمريكا والنظام الدولي في ملفات في الشرق الأوسط، في ليبيا، في سوريا، في أوكرانيا، في يعني في الفضاء العسكري. وبالتالي اعتبروا أن يعني ترامب هنا يخرج عن القاعدة أو السياسة الأمريكية، أحد الثوابت السياسة الأمريكية الخارجية، التعامل مع الخصوم الاستراتيجيين، ليسوا أعداء لكن خصوم استراتيجيين، يعني مسؤولين تهديد ومنافسة للنفوذ الأمريكي مثل الصين تماما الآن. وبالتالي الرجل كجزء عامل مساعد انه انقلب على ترامب، لان ترامب كان يحاول الاقتراب، لكن حتى يعني حتى ترامب فشل، لانه طبعا المؤسسه الامريكيه التقليديه حجمته وفرملته في هذا الاطار. ولذلك اجتمع ترامب مع بايدن في 2018، ومع ذلك فرضت امريكا عدد من العقوبات، استمرت العقوبات الامريكيه على روسيا بسبب ملفات مثل اوكرانيا، ملف جزيره القرم، ثم يعني ملفات مثل بيلاروسيا وغيرها من الملفات، حتى فيما يتعلق بالنفوذ الروسي. ولذلك روسيا الان يعني الان هذه القمه لن تؤدي الى تطبيع علاقات طبيعيه بين البلدتين، ولكن هي تؤدي في النهايه الى فتح قنوات او ارضيه، قنوات اتصال يمكن من خلالها ربما تهدئه او تخفيف يعني تخفيف حده التوتر، لكن الاهم هو قنوات من خلالها يمكن ضبط يعني يسمى ايه وضع قواعد اللعب بين الطرفين، بحيث الامور لا تخرج عن السيطره او المواجهه المفتوحه التي قد تؤثر سلبا فعلا على كلا الدولتين. طيب كما ذكرنا في البدايه انه العلاقات او الصراع ما بينهم صراع قديم حديث، صراع الزعامه والنديه والنفوذ، وكل دوله بتبقى عايزه انه مجموعه من الملفات او الازمات سواء في المنطقه او المنطقه العربيه او الاقليميه بشكل عام تكون هي صاحبه اليد الطوله او الكلمه العليا فيها، وتكون مسيطره ومهيمنه عليها بشكل كبير. هل ترى انه ما تم اشاعته من التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسيه
الرئاسية الأمريكية في عهد ترامب، وأن روسيا دفعت ترامب لدخوله البيت الأبيض وكانت عامل رئيسي في نجاحه في هذه الانتخابات وفوزه بها. هذا الأمر سبب جرحا كبيرا في شكل وطبيعة العلاقات بين البلدين. فكرة أن تتدخل روسيا ليس بقى في قضية أو في أزمة عربية كما اعتاد البعض، ولكن أن تتدخل في من الذي يعني يتبوأ منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويدخل البيت الأبيض، تكون روسيا هي الدافع لذلك. كيف ترى هذه الجزئية وتأثيرها على طبيعة وشكل العلاقات بين البلدين؟ صحيح، أنا باعتباري أن فكرة التدخل الروسي في الانتخابات كما قالت يعني النخبة الأمريكية أساسا الديمقراطية، هم اعتبروها يعني جزء من انتهاك الكرامة الأمريكية. يعني أمريكا التي تفرض وصايا العالم وتنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان تتعرض للاختراق، لأن هذا يعني هذا ماذا؟ يعني أولا هشاشة الديمقراطية الأمريكية، إن كيف دولة أجنبية مثل روسيا تؤثر في سير العملية الانتخابية الرئاسية لصالح رئيس، فهذا يكشف النموذج الأمريكي نموذج هش بالطبع، قلت لك هم أثاروا وانتفضوا لهذا الأمر. الأمر الثاني يظهر أيضا هشاشة النظام التكنولوجي الأمريكي في تأمين الانتخابات، لأن ما حدث وأن يعني قيل أن روسيا يعني اخترقت الحاسبات الإلكترونية للحزب الديمقراطي متعلق بهيلاري كلينتون، وثم يعني اخذت الايميلات وسربتها اسرع سرعة على فرنسا. يعني دي روبرت ميلر اللي هو المحقق الخاص ماكس ظل عامين كاملين بملف خاص ويعني جلسات استماع في الكونغرس الامريكي لم يثبت وجود علاقه بين ترامب او وبين روسيا، ان روسيا ساعدت ترامب او ان ترامب كان علاقه روسيا، ولكن كل ما امر ان هناك اتهامات بتدخلات روسيه في الانتخابات تطلق به ايميلات بعض الحزب الديمقراطي، لكن هذا اعتبروه ان روسيا تمثل تهديدا للانتخابات نظام الانتخاب الامريكي. انا في اعتقادي انها تاتي في اطار الحرب العين بالعين وفكره النديه في العلاقات الدوليه، يعني كان الغرب تدخل في اوكرانيا في جورجيا ما يسمى الثورات الربيع او البرتقاليه، وروسيا تقول لهم كما تتدخلون في منطقه وتتحكمون في الثورات وتفجرون الثورات وفي النظم الداخليه، ايضا احنا قادرين على التحكم، يخترق نرد عليكم بنفس الامر نفس الصاع في التدخل في الانتخابات. وكان انهم اتهموا روسيا ايضا في الانتخابات في فرنسا في دعم الجبهه الوطنيه ماري لوبان وغيرها من الامور. لكن انا في اعتقادي قمه اليوم اعتقد في الاجتماع الذي استمر ساعتين منذ قليل بين الرئيس بايدن وبوتين، ان كان احد الرسائل والخطوط الحمراء هو ان امريكا لن تسمح بتدخل روسي مره اخرى في الانتخابات، رغم ان الرئيس بوتين نفى مرارا وتكرارا هذه الامر وقال ان روسيا لم تتدخل، لكن هناك هذه عامه احد الذرائع التي استخدمت من قبل الدول الامريكيه لفرض عقوبات على روسيا واستخدام سياسه متشدده وتحجيم وفرمله ترامب في التقارب مع روسيا. الامر الثاني ان 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 في القمه اليوم سيكون هناك ايضا ملفات مثل طبعا ملفات حقوق الانسان، ملف نافالني وملف بيلاروسيا والدول الحليفه روسيا في المنطقه، هناك ايضا الامن الاوروبي، ايضا الرئيس بايدن في القمه من ضمن الرسائل هو التاكيد على الامن الاوروبي وان يعني تهديد روسيا للدول الغربيه او الدول الاوروبيه، هناك ايضا ملفات مثل ملف الليبي ملف سوريا، لان بايدن يعتبر ان يعني هو كان ترك كان له يعني سياسه ترامب فكره يعني السياسه الضبابيه في ليبيا ويعني وترك الامور وحتى سمح بدخول اطراف اقليميه لنعمل مزايا الدور الروسي، لكن الان هناك تحول في السياسه الامريكيه يعني دعوه القوات الاجنبيه للخروج من ليبيا. عن هذا التحول في السياسه الامريكيه، ويمكن زي ما قلنا ان ما فيش ثوابت في علوم السياسه بشكل عام، ممكن النهارده دوله تتخذ موقف بين ليله وضحاها تغير هذا الموقف يعني تماما. كان في نوع من التفاهم ربما مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في بدايات عهد دونالد ترامب فيما يتعلق على سبيل المثال بالأزمة السورية، ثم انقلب الأمر بشكل سريع واتخذت الولايات المتحدة الأمريكية مع بريطانيا وفرنسا يعني غارات أو عدوان أو ما يسمى بالعدوان الثلاثي على سوريا، لدرجة أن في البعض من المتابعين حقيقة استنكروا هذه القفزة السريعة لشكل العلاقة ما بين أمريكا وروسيا فيما يتعلق بالأزمة السورية. هل يعني ممكن أن يعاني السيناريو مرة ثانية في وجود بايدن، فكرة ان ما يكونش فيه ثوابت في المواقف السياسية وبين لحظة والتانية تنقلب الامور بشكل كبير جدا؟ صحيح، يعني كلامك كله صحيح، يعني نوازن الامرين بين الثوابت او السياسة الاستراتيجية لا تتغير، يعني لا تتغير كثيرا، ولكن ما تغير هو الاليات، يعني تفرضها المصالح والية التعاون مع روسيا او الية التشدد مع روسيا، هذه وفقا للاليات المعروفة. على سبيل المثال الأزمة السورية كان في البداية هناك تعاون بين روسيا وأمريكا في تعلق بمحاربة نظام داعش الإرهابي، وفعلا كانت جزء من التحالف ويعني قامت ونسق بينهم، لذلك هناك اتفاقية عدم يعني الصدام في الأجواء السورية والتنسيق المسبق قبل الغارات. ثم بعد ذلك اتهم الرئيس ترامب وحتى قبلها الرئيس أوباما حقيقة بأن
عدم وجود سياسة أمريكية واضحة ومحددة تجاه سوريا ما في سوريا أوجد نوع من الفراغ ملأته سوريا ملأته روسيا وأيضا دول أخرى مثل إيران، وبالتالي كان هناك دعوة إلى الانخراط حتى عندما انسحب ترامب من يعني عن شر الكويت من سوريا سحبها إلى خارج سوريا ثم تراجع في قراره وأبقى على 1000 جندي في منطقة شرق سوريا تبع الأكراد تحت سيطرة الأكراد عفوا، وبالتالي كان هناك يعني أن غياب أمريكا في ملفات عديدة في ليبيا في سوريا هذا بيترك فراغ لأمريكا، هذا جزء من الصراع النفوذ الاستراتيجي. أنا في اعتقادي أن الرئيس بايدن هو لديه أولويات عديدة، طبعا الأولويات الداخلية أكثر منها خارجية، الأولويات الداخلية انعاش الاقتصادي ومجاح تحت كورونا، والراجل حقق تفرح يعني حقق نجاحات في هذا الأمر. في السياسة الخارجية هو لديه أولويات أخرى، أولويات الصين. بمعنى الاحتواء الصين هو الأهم الآن للنخبة الأمريكية والممثلين الأمريكيين. هذا يعني ماذا؟ محاولة على الأقل لتحييد روسيا، لفك الاشتباك أو الارتباط، لأن استمرار يعني الإمعان في عداء روسيا والعقوبات سيدفع روسيا أكثر إلى أحضان الصين والتحالف الأكبر، وبهذا يهدد المصالح الأمريكية. أنا في اعتقادي هذه القمة محاولة لي على الأقل إن كان لم يكن إبعاد روسيا على الأقل تحييدها عن الوقوف مع الصين، بحيث تركز أمريكا في أولوياتها في بايدن في السياسة الخارجية على هذا المحور، المحور الشرقي، محور الصين، باعتبارها الصين الصاعدة وهي المهددة فعلا للنفوذ الأمريكي. روسيا هو مهدد تقليدي منذ فترة كبيرة، لكن على الأقل ليس بنفس خطورة كما ترى الممثلة الأمريكية في الصين. الأمر الثاني، هل روسيا بهذه السذاجة إنجاز التعبير أن تطرق الصين وهي الحليف الاستراتيجي الأول لها لصالح الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المواقف الضبابية وصاحبة العقوبات التي لا تعد ولا تحصى بحقها ومواقف متقلبة، يعني هل بالإمكان أن تطرق الباب الآمن وتنطلق إلى أحضان الولايات المتحدة الأمريكية، يعني وهي أحضان في كل الأحوال يعني تبدو دافئة ظاهريا ولكن مليئه بالاشواك يعني طبعاً. لا ليست فكره روسيا ليست ساذجه، ولكن دائما اساس الروسيه سياسه براجماتيه، يعني دائما عندنا تحولات كبيره في السياسه الروسيه، بمعنى اخر ان روسيا تحاول ان يعني يسمى كلا النفعين وكلا المنفعه، تستفيد من الصين وتستفيد ايضا من الغرب ومن امريكا، لان العقوبات الاوروبيه والامريكيه اوجعت روسيا حقيقه، اوجعتها فعلا حقيقه، وبالتالي هنا روسيا هناك مصالح كبيره مع الاتحاد الاوروبي، يعني خط السيل الشمالي نورد ستريم، خط الغاز، هناك الان صراع بين امريكا وروسيا حول هذا الموضوع، يعني امريكا وحتى يعني بايدن استمر في نهج ترامب، يعني ضغط على الاوروبيين لماذا امريكا تقوم بالحمايه وتستوردون الغاز من روسيا وتستوردون الغاز الامريكي، الاوروبيين يقولون ان الغاز الروسي يعني تكلفه اقل تكلفه وارخص واجود، لان الغاز الصخر الامريكي نقله صعب ومكلف جدا، بتنها صراع اقتصادي. هنا النقطه المهمه، فكره الاقتصاد هو الذي يقود السياسه. العلاقات الدوليه من الحرب البارده كانت تقوم على فكره الايديولوجيا، اشتراكيه في مقابل الراسماليه، نظام فكري ونظام ايديولوجيه في مواجهه الايديولوجيه، لكن الان الصراع هو صراع اقتصادي، صراع مصالح، هذا اللي بيفسر لماذا هذه المواقف تتحول وتتغير بين حين واخر من الدول، بمعنى اخر ان روسيا قد لا تمانع ان تبتعد قليلا وليس كليا عن الصين، في مقابل ان اولا ترفع العقوبات وتخفف ضغط العقوبات عليها من الجانب الاوروبي من الجانب الامريكي، الامر الثاني ان تنشئ لها مصالح اقتصاديه مع الجانب الاوروبي تحديدا، لان ايضا روسيا تحاول يعني تحييد الجانب الاوروبي في الاصطفاف مع الجانب الامريكي، يعني هي علاقات دوليه ومصالح دوليه، وبالتالي هنا في بعض الملفات قد يكون هناك تقاطع في التعاون مثلا من ضمن داعش، موضوع التغير المناخي مصلحه مشتركه، لان جائحه كورونا اثبتت اولا انها تهدد السلم الدولي، انها تحتاج لتكاتف كل الدول، لا يمكن لدوله مفردها ان تقف بمواجهتها، ايضا يعني روسيا كانت لها احد اللقاحات المهمه وتريد الترويج لها، وبالتالي كل هذا مصالح تدفع روسيا الى عدم الدخول في معاداه صريحه ومباشره، يعني تخسر الغرب وامريكا مقابل كسب الصين، ولن تخسر الصين مقابل ان تكسب امريكا، لكن على الاقل في ظل العلاقات الدوليه تكون على المصلحه تحاول الاستفاده وتعظيم مصالحها شرقا وغربا، وبالتالي كان بوتين مرحب بهذه القمه، هو يعرف جيدا انها لن تؤدي لحدوث اختراق كبير في الملفات في العلاقات، ولكن على الاقل تخفض منسوب التوتر والاندفاع الغرب والامريكي تجاه روسيا وفرض العقوبات، لان روسيا تلهس عامه، هناك يعني عقوبات وراء عقوبات، وهذا ايضا يرهق الاقتصاد الروس، وبالتالي هنا القمه هي محاوله، اولا بوتين مستفيد لانه هذا بيكرس فكره التعدديه في النظام الدولي، هو الان هو يجلس كنديه مع الرئيس بوتين، روسيا كدوله عظمى في النظام الدولي مع امريكا. الامر الثاني ان بوتين سيوصل رسائل ايضا ان لامريكا والرئيس بايدن، وفي ذات الوقت هو ترك مسمى المسافات المفتوحه، يعني اللي يمكن اللعب المشترك ما بينهم، لكن هذا يعني ان العلاقات ستظل في منطقه وسط ما بين التطبيع الشامل او التقارب التطبيعي كدوله طبيعيه، هذا مستبعد، وبين الصدام المفتوح ايضا سواء عسكري او صدام مباشر في ملفات كثيره،
هذا مستبعد، ولكن في المنطقة اللي بسميها المنطقة الوسط التي تقوم على مفهوم تعايش المصالح، التعايش بمصالح الدولتين والتقاطع في بعض المسارات مع مثلا المسارات اللي هي المشتركة، التغير المناخي مسارات، ثم المسارات المتوازية أو المتصادمة في بعض الملفات مثل يعني حقوق الإنسان، مدى أوكرانيا، موضوع البحر الأسود، موضوع الأمن السيبراني، هناك ملفات سيكون فيها صدام لأنه مرتبط أيضا بالصراع الاستراتيجي بين البلدين. طيب حقيقة يعني أن تتقدم العلاقات الأمريكية الروسية أو أن تتراجع أو أن تتدهور، ما يعنينا كدول عربية انعكاسات هذه العلاقة سواء بالإيجاب أو السلب على قضايانا وملفاتنا وأزمتنا العربية شئنا أم أبينا؟ الولايات المتحدة الأمريكية لها دور مؤثر وفعال، وبطبيعة الأحوال أيضا روسيا لها دور مؤثر وفعال. يعني توقعاتك في الفترة القادمة لرؤية البلدين لو في حتى توافر الحد الأدنى من التفاهم، أزمات عدة فلنبدأ بالأزمة السورية على سبيل المثال وتليها الأزمة الليبية بطبيعة الأحوال. طبعا هذه نقطة مهمة بالطبع، يعني التداعيات أو المستوى شكل العلاقات بين البلدين بيؤثر بإيجابا أو سلبا على المنطقة العربية، لأن أولا زي ما أنت أشرت الدولتين متواجدان بشكل أو بآخر بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة العربية، سواء وجود عسكري مباشر أو وجود حتى كذا. الأمر الثاني، ثبت في الفترة الماضية في العقد الماضي أن التناقض بين الجانبين والتنافس بينهما أثر، وأنا أقول أثر سلبا على الأزمات العربية. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه أدى زيادة نوع من الاستقطاب خاصة داخل الأزمات العربية، لأن كل طرف بيغذي هذا الاستقطاب، بيدعم أطراف معينة حليفة له أو موالية له، يمدها بالسلاح والدعم السياسي في مقابل الأطراف الأخرى، وبالتالي أصبحت الأزمات العربية أدت إلى إطالة أمدها، تعقدها، عدم وصول الحل السياسي، لأن كان هناك ما يسمى الحرب بالوكالة، وبالتالي روسيا تدعم الأطراف، أمريكا تدعم الأطراف، حتى يعني هذا الصراع الدولي انعكس سلبا على الأزمات العربية وعلى حساب الدور العربي في إدارة هذه الأزمات، وبالتالي وجود توافق روسي أمريكي حول بعض القضايا مثل سوريا أو ليبيا، هذا من شأنه أن يساهم في على الأقل في ضبط تفاعلات هذه الأزمات ويعني مساعدة فكرة التسوية السياسية أو الوصول إلى الأمام، لأن هذه الدول كانت لديها لسه مصلحة في إنهاء هذه الحروب، لأن كل طرف يريد انتصار للطرف الآخر أو فرض هيمنته أو فرض أجندته، وبالتالي كان هناك يسمى توازن القوى ما بين هذه الأطراف وهذه الأطراف. الآن مثلا في ليبيا هناك توافقات دولية وإقليمية أدت إلى التسوية السياسية وأدت إلى خريطة طريق. طبعا بالدور هنا نذكر الدور المصري، طبعا الدور المصري الذي كان مهم في إعادة حشد الجهود الدولية واصطفافها في اتجاه التفاعلات السلمية والتسوية السلمية عندما وضعت مصر الخط الأحمر. نقطة مهمة أيضا في سوريا، أنا أعتقد أن كان الاستقطاب أدى إلى الأزمة السورية أكثر من 10 سنوات، لأن روسيا كانت تدعم يعني لديها أجندات وتدخل كذا في المقابل أن أمريكا والغرب كان يدعم أطراف أخرى يعني مثل الطرف الكردي، وبالتالي هذا عقد الأزمات العربية. في قصة على هذا في أزمات أخرى مثل اليمن وغيرها من الأزمات، وبالتالي هنا أنا في اعتقادي أن المنطقة العربية تتأثر بشكل أو بآخر بهذه القمة وهذه العلاقات بين البلدين. لكن في نهاية المطاف دائما النقطة الأهم هو فكرة أن العالم العربي لابد أن يكون في موقع الاستفادة والتوظيف هذه العلاقات. يعني أيام الحرب الباردة والتنافس بين أمريكا والاتحاد السوفيتي السابق، كان العالم الثالث والدول تستفيد من هذا الصراع وهذا التنافس في حصول على مزايا، في يعني الحصول على مظلة حمائية، يعني غيرها من المزايا. لكن في هذه المرة هنا وجود مصالح اقتصادية بيدفع العالم العربي إلى بلورة استراتيجية التعامل مع هذه القوة، بمعنى تكون قادرة على إدارة التفاعلات. ولذلك هنا كانت الفكرة الأساسية في دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية وفي التعامل مع الأزمة العربية، يعني زيادة ما يسمى الدور العربي في إدارة هذه الأزمات، لأن الأدوار الخارجية أدوار سلبية أيا كانت، أدوار دولية أو أدوار إقليمية كانت سلبية على هذه المنطقة، وبالتالي الدور العربي هو من شأنه أن يساهم في دفع التفاعلات في هذه الأزمات إلى المسار الذي يخدم شعوب المنطقة العربية، إلى الدولة العربية، مثلا حزب الدولة العربية، مفهوم الدولة الوطنية، الحفاظ على الشرعيات الدولية، المؤسسات، الجيش والشرطة، كل هذا مهم، رأيناه في ليبيا وفي سوريا بدأت تظهر الأمور، ولذلك هنا الشرق الأوسط كان ساحة أحد ساحات الصراع الدولي بين أمريكا وروسيا، بل أيضا ساحات الصراع ما بين أمريكا والصين. الصين تحاول أن تكون لها تواجد سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، سواء استثماري. يعني هيك عايز أقول إن الصراعات والحروب فيما بينهم للأسف بتتم على أراضي عربية. عربية. يعني هما وش صراع أو حرب يعني عسكرية مباشرة ما بين أمريكا وروسيا أو دول مع بعضها البعض، ولكن صراع مصالح دفع ثمنه المنطقة العربية تحديدا في هذا الصراع طبيعي يعني. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا، وده بيقودنا لأهمية الحديث عن الدور العربي وانشغال كل دولة بهمومها الداخلية، وانه لو تحقق يعني الحلم العربي صحيح. اذا كان الحلم ما زال قائما اكيد في امور كثيره هتختلف مهما كانت زعامه امريكا او نفوذ روسيا، ولكن يعني الا تطرق الاراضي العربيه